الكرام في برنامجكم المفضل يومي دكتور. في سيحضر معنا دكتور الهمزاني مناقشة موضوع حقيقة التفاح. أهلا بك دكتور. أولا كنشكرك على تلبية الدعوة. شكرا، نشكركم على هذه الاستضافة. بطبيعة الحال في موضوع اللي هو مهم، يعني بالنسبة للتفاحة، التفاحة جمعوا التفاح، يعني التفاح تفاح تفاح مع التركيز وسميتو على الشدة على الحاد، أهمية الحاد، يعني الحاد في اللغة ما كانش في اللغة الأخرى في الفرنسية ولا في اللغة الإنجليزية، الحاد في اللغة العربية، وكاين غير في التفاح، يعني احنا متخصصين في اللسانيات المنطوقة ولا غير المنطوقة، دائما نركز على يعني النطق. نعم، المخارج والأصوات تكون في محلها، لأن إلى نعرف شو سميتو تبدل المعنى، علاش تكون صريحين. يعني بالنسبة لنقول التفاح، هناك أنواع متعددة من التفاح. هناك تفاحة آدم عليه السلام، اللي نسموها تفاحة آدم عليه السلام باش نعطوها واحد المعنى، يفهم باش المشاهد شنو هي تفاحة آدم عليه السلام. هي هذه القرجوطة، اللي تكون عند الرجال وما تكون عند العيالات، هذه تسمى إلا مشيت للمقام هذه هي تفاحة آدم. ما كانش عند علاش ما كاينش، ما كانش عند العيالات، ما يكونش مثلا نقولش تفاحة حواء، علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى مني طرد مني آدم كلا، يعني في ديك الشجرة اللي هي ديال التفاح، ماشي ديال الدلاح ولا ماشي الرمان، ديال التفاح مني كلا فيها سميتو طرد الله سبحانه وتعالى من الجنة، مني طردو وهو كلا ديك التفاحة. يعني شوف الراجل، شوف آدم بقى في الحال ما تسرطاتش ليه، بقات ليه هنايا إلى حد الساعة، بقات ليه هنا. بينما المرأة حواء غاديش تلقى عند المرأة، هي كلاس التفاحة نفس هي يعني مطرودة من الجنة، ومع ذلك صفاص التفاحة عادي وغتصرفك التالتة عادي مع هنا، ولكن راه ماشي الموضوع ديال هذه الحلقة. وكانت التفاحة الكراهية عند الإغريق، يعني أتذكر إلى أن في ثقافة الإغريق يعني كان نحاول نهضر شوية بالعامية ونبسط الناس اللي يسموه، يعني من الرجل يعني يرمي يعني التفاحة للمرأة، هذا دليل وعربون المحبة عفوا يعني الحب، هو أنه يريد أن يتزوج منها. هذه ثقافة بالنسبة لها عن طبيعة الحال. إذا التقطتها المرأة يعني إلى شدات ديك التفاحة، فهذا دليل على قبول هذا الطلب، وإلا كلاس خلاص شي حاجة أخرى ولا. نعم، والتفاحة الثالثة وهي تفاحة نيوتن، اللي هي مهمة غنهضرو عليها اليوم. إسحاق نيوتن وهو صديق لا 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 يعني لا 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 صديق الطفولة، صديق الدرب. ممكن تعاود لنا على شي حدث من طبيعة الحال، يعني من الطرائف التي وقعت مع يعني صديق الطفولة إسحاق نيوتن، أنه ذات يوم كنا نجني التفاح في ضيعتي، في مزرعتي، في بستاني، كنا يعني نجني التفاح. ومرة مرور الكرام من طبيعة الحال تحت الشجرة وأنا مع البنان، فرميت تفاحة يعني بمحض الصدفة وجاءت على صلعتي، لأن كان في ذلك الوقت يعني يصلع كثيرا لعدم وجود يعني السام والماء والصابون لكي يغسل، كان يصلع كثيرا. فلازلت أتذكر جاءت تلك يعني التفاحة في وسط صلعتي، يا مركز صلعتي، ورفع رأسه ورأني، وفي الحقيقة يعني انفجر بالضحك، لأن الأمر يعني جاء يعني هذه ظريفة من الظرائف. لما نزلت وأخذنا يعني نتبادل في يعني دخل في نقاش نتبادل، قال لي لماذا رميت هذه التفاحة فوق رأسي ولم ترميها في السماء لغيرك وأخذ؟ قلت يا إسحاق لقد أحسست وسمعت ببطنك يغرغر من شدة الجوع، أكيد من شدة الجوع، ولا تحاول أن تقول إنها جاذبية، وأخذ يقول الجاذبية الجبال، لا هذا أمر قلت له أنه لا يجوز. وفعلا فرحة الصائم عند الفضول، فرحة ويعني عنقني عناقا شديدا وحارا، وعندما أراد أن ينصرف قمت بإهدائه تفاحة، بل ليس فقط تفاحة بل كيسا من التفاح، إن لم أقل كرتونة من التفاح،
يعني الكلام ديال نعم خذ الناس بتحدثون عن الجاذبيه ولا دابا دكتور ما بغينا فوائد بغينا المشاهدين يعرفوا فوائد التفاح. نعم للتفاح فوائد كثيره والفاكهه التفاح هي فاكهه يعني من الفواكه الطريه يعني طريه لانها نقول طريه لانها لا تحتاج الى العطريه لكي يعني لكي تستهلك ما نحتاجش العطريه لكي نحتاج العطريه غير عندي يعني اليوم يعني المكونات تكون من الالياف الالياف غذائيه متنوعه وعجيبه كمتخصص التغذيه والبيطره والطبوغرافيا والبيولوجيا الزراعه البوريه والمازوزيه يعني اكتشفنا ان تكون من الالياف يعني غذائيه مهمه كالبيكتين مهم نعم في امتصاص الكوليسترول يعني من الالياف شوف الالياف ما هيش الالبياء ولا الفلبياء بالنسبه يعني نرجع للغه العربيه جاءت من الالف الالفياء وجمع الالف والالف يعني نرى انه دائما يصل الدار الحروف نظرا لاهميته اذا تاملنا كيف يمشي الالف يعني يمشي منتصب القامه امشي مرفوع الهامه امشي من جهه سميته يعني الالف الاهميه ديالو يعني مهمه بزاف باش نشكروا الدكتور على التوضيح بالنسبه مروا دابا الأسئلة ديال المشاهدين وردنا في البريد الالكتروني مجموعه من الاسئله نظرا لضيق الوقت غادي ناخذوا معنا ثلاثه الاسئله مرحبا الان من السؤال ما صحه القول التي تقول بان التفاحه في تبقيك بعيدا عن الطبيب نعم ساجيب على السؤال السؤال الثاني ما لون التفاحه التي سقطت على راس نيوتن غاي السؤال هل تناول التفاح بالقشور ام بدون قشور نعم كنعتذروا للمشاهدين اللي ما قدروش يجاوبوا على الاسئله ديالهم نعم بالنسبه يعني السؤال الاول يقول يعني الاخت ولا الاخ يعني بغى يبعد على على الطبيب بغى يبعد على الطبيب سهله تيبان لي هذا راسك في شي مدينه كبيره فاش تصاب الاطباء والطبيبات ولا في شي مستشفى عامر بالاطباء وبغى يبعد منهم نعم يعني لان علاقات الاطباء والطبيبات بالمدن الكبار والمستشفيات الكبار هي علاقات يعني الفراشات بالمصباح المشعول يعني باش نشرح يعني الناس بالدارجه يعني باش يفهموا يعني ملي تنقولوا يعني يعني تشوف مثلا شي فار ملي تمشي عند بالبوله تشوف الفراش تيمشي للضو يعني تمشي نفس الشيء يعني هذه اللي بغات تبعد على الطبيب غتمشي لشي راس بكو توصيها الاخت تتبنى السيده نعم توصيها انها تبدل الاقامه ديالتها تمشي لشي منطقه نائيه ولا قرويه ولا مثلا في الجنوب الشرقي مثلا ولا شي اماكن ما غاديش تشوف الطبيب كاع واخا بعد عن الطبيب من هنا بلا ما تاكل تفاحه وحده ولا قرض تفاح ولا خشب تفاح راه غير تبعد صافي راه سميتو اما الا بقات تما راه واخا كلاس كارطون تفاح ما بقاش بالنسبه للسؤال الثاني اللون ديال التفاح لون التفاح التفاح التي رميتها على راس صديقي اسحاق نيوتن باش يعرفوا المشاهدين نعم تفاحه صفراء فاقع لونها تصر يعني المره تصر اسحاق والناظرين اليها نعم السؤال الثاني بطبيعه الحال يعني ناكلوا يعني السيد تيسول واش من الاحسن ناكلوا يعني قشور ولا بلا قشور هذا يعني سؤال وجيه وفعلا درنا دراسه معمقه جدا في هذا الصدد هذا علاش بغينا نسولك المشاهد ديالنا بالنسبه لان ملي تنقولوا ناكلوا بلا قشور يعني تنعيدوا ليه دوك الحوايج ديالو تنحيدوا الحوايج تنعري ديك التفاحه واش من الاحسن نعرفوها ولا ناكلوها يعني الا كان فصل الشتاء فمن الاحسن ولا يجوز اعتقد انه لا يجوز حسب يعني تعرية التفاحة في فصل الشتاء لأنها سيضرها البرد. إذا جريمة في حق التفاح. جريمة في حق التفاح، نعم، لا يجوز تعريتها، أما فيما يخص يعني فصل الشتاء، عفوا فصل الصيف، فيجوز فلا بأس لأنها يعني ستستحم وهذا يعني ربما يعني لا بأس. دابا كنشكرك دكتور على التوضيحات. غير واحد النقطة الله يجزيك بخير بالنسبة لي نهضر على التفاح، على كل واحد كيفاش تيشوف التفاح. مثلا راه نيوتن يعني استغلوا في الجاذبيه الى غير ذلك
يعني ملي قالوا يعني المتخصص في سميتو انا راه متخصص في العلوم الفيزيائيه وغيرها خصوصا عندي الدكتوراه في الرياضيات التطبيقيه من صفر الى ناقص ما لا نهايه لان تصديرك ستاسيوني ديريكت مع التطبيقيه علاش النظريات اللي زعما نضرب الحياه تنبداو في التطبيقيه وان شاء الله راه ديت الدكتوراه من صفر حتى زائد ما لا نهايه وكما قلت لك مثلا استغنى في الجاذبيه وكاين ناس اللي تستغنى في مسائل اخرى مثلا في المسائل الدينيه هناك مثلا في التاريخ اللي قرا التاريخ الاسلامي يعني شخص يسمى يعني مسيلمة الكذاب هذا نعم مسيلمة الكذاب حتى هو بغى يخلق من التفاحه قصه اش قال لهم اتحداكم اتحدى علماءكم وقراءوا كتابكم ولا غير ذلك واتحدى المسلمون قال انني ساتي بصوره يعني تشبه او مثل الصوره التي هي الصور التي تكتب في القران فماذا قال جاء الى قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر استغفر الله العظيم اش قال هذا سليم هذا مسيلمة الكذاب قال انا اعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني شوف كيفاش كل واحد يستغل سميتو كاين اللي يستغلو في ما هو إيجابي كاين اللي يستغلو كاين اللي يستغلو في ما هو جيدي يعني مادي محض كاين اللي ما يستغلو في ما هو سياسي وانتخابوي على الصعيد البيولوجي ولا يعني ماشي اللساني عفوا يعني البيولوجي تخصص في ضيق الوقت مرحبا يعني هذا يعني التفاح يبقى تفاح كرسالة أخيرة بالنسبة للمشاهدين الكرام بالنسبة للتفاح كنصيحة مثلا نصيحة للمشاهدين تفاحة غسلها مزيان وبصحة وراحة ذلك أشكر الدكتور على استوضاحه دكتورات دائما أقول هذه وأكرر كل خلية من خلايا الجسم حصلت على دكتوراه بطريقة مضرة دكاترة مجموعة في شخص واحد تبارك الله عليك دكتور لمزة دكاترة لمزة صح التعبير شكرا لكم مشاهدينا الكرام كنضرب معكم مواعيد لاحق من السنة ان شاء الله السلام عليكم بقوا في ديوركم والله يعاونكم